الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. وعين كجر باب الغسل وعياله ميدك واجبنا أي أيين كجرني وحيا هيين ليح وعين صامرني قدركي كوباد يكيل لبعضين وكصبحنا كيس دحادين على أقول جرينا يو موت وحكلا ينا ميدي واجبي جيري وحيضني يديك عددا ونفاس يديك دلمدا ونحو ولادة يد المي وحي لميدا ونجاسة بدن هي جنس جاسوي أو بعده بركي واشتبه بعض ياسو ولبا لا قري ولا قرن وايي ماشو وياي. وعشاق الله رحمه الله تعالى وموت وحيرا كريم ايدي واجبية وحكم اذا قيردة وهذه توقف مسلمة وان شهيد هينين وحو أجيب يا صفر ذو كفاية وقو أجيب يا إن لما يلو وانا إنو أركي دونا يو كتاب الجنائز مركي نقادنو أي إنو أركي دونا وحي لحليلا حديث يا بخاري يا مسلم يورين أيان عبد الله بن عباس لقى ورين أيو سحابي راحي الذي سكرد عي عرفو أدين طيب نبي صلى الله عليه وسلم يرسلوه بماء والسدر وحاكم يضعم بيو إيا غسلكم يلبون وحيض وحاك لو يساقنا ميلي واجب إيا حيض إيا ضمرك وكيما تديك عدد وحانا ميلانا يا المرق وكاقو ويحبون قارا يوليهي إلهي ما لفعتزل النساء في المحيض رجيه وكذا يرى هذا المعاملة دمرك في المحيض في زمن الحيض واختياء عدد الليهين. حديث قا عائشة إمام البخاري مسلم يورين أيان نبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة مركا أي عدد روح دور هذا ورغم قول عيسى والله الله إياه مركا ديك عدو أي صوقة مش الصلاة دكتك فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك دم وصلي قدرك عدد مركا يتكتنا ديك اسكميل او تكبى النبي صلى الله عليه وسلم ونفاس بنوى نفاس وديك دلمدا وحيليه وديك حيض وربي سيدا درادد اي مركا يسكن وميل هو تشبين اياه ونحو ولاده دلمي وحي لمدك اهيد ومسران دي اما المدى ميسران ايدا شو اما با عرق احن شير مركو مر ايو اما مضغا ايو سابدين ايه لبكي مركو مر ايو حدي وروح يضمر هاكسو دعو كي مادو ايضا نوحا لغو يالان ايا اما ايدي لانه وحي ليهين دي عرق دا ايو مضغا دا ايو المهبا وحي ليه وامني منعقد وامني دي يبيه ترن كأي هراء نوصو مرني او قمتني او قرري او مركا الهي ابن ادمي دي اوكا ابو ريوكا سمين ايوم الرمهاني وها حيضك ايا نفاسك ايا ولادة ايا جنابدو وها يواجبين ايان ميلقا دي مركا قفقي رأيكا قوان سلا مركا او دولنا قفقي صلاة اما وحي طهارا لو شردين ايي إنه قوتو مركا وي مركا يواجب يساب ما يدقو وحكا لو الشيخ إنه قد رأي وكتبتي هرأي أيامي صادقة نيان كتشرين ونجاسة بدنين چر نجاسو جي حدو قفقة چر كيسو ولا نجاسو بو أو بعده أما بركيو نجاسو بو واشتبه أو إنتي نجاسو دينا مركا اشتبه يقاضي قادشو ماشي أحيد لقرون وايو
دي قفقي وحكو أجل يينو تركي سيو ورمينو يسيقو النجاسة يسكيبو قين هي يسي سراد واسح درتين مركا دي وحكو أجل يا مين نجاسي نجاسة يسكسولين دي دو أجل يا مركا مين مركا كازي سيقو أجل يا لكن نجاسة سولين تيرا يا مين نجا واجبي نيسا إلا سيكالو يرى مثل قفك هدو تركي سوالة موضة نجاسو أما قيب كميدة أي نجاسو دو وهو عائرة قيب يميل كميدة نجاسو دي لكن ماشي ميلا يا حيد مبودة يا حيد مدبر خيا حيد محل كرا يا حيد وقرموا أي ميلا يتاي دي مركا وين وضم ميلا سيو نجاسو دي سيكفك أيو دي سراد دي سرائي واسح دو وفرضه ما يدق فر الكيسو معناه فروض سائر لوجهة النية والنية وتعميم البدن هي شرك الله وعام يا رأول وذا جارسيو بالماء بيه وعشاق لي وفرض بمعنى فروض هو أركان سامفر اليالك ما يدقه والله بشيء النية من والنية إنه نيات جناب كريال كد أما حيض أما نفاس إسك كريال كي وين قفه النية أما ميد واجب وين النية هاسوا قلب وتعميم البدن شركة ظاهر كيسا هي كر كيسا إلا وذا جارسي الله وعم وبل ما يبيه إلا وعم ولا وذا جارسيا أيضا وحوي وارمني قلبات مركب وين النية يسوع iyey ina jirki biyaha wada gaarsiiso inta weeye marka arkaan umay dhigu leeyay wa sunanu sunayashi sura at-tasmiyatu wa tasmiyaya ibn magacawgi say bismillah inu ilaahdo wa ghaslul adha adha iyo wasaqada ku taalay inu iska siimaydo wal wudu' iyo wayso wa tathniyatu labayn wa tathlidu sadihayn wa takhlilu yatimihi ufrah la dhacgeliyo والبداءة يلقو برابو بالشق الأيمن من عمدي وبأعلى وجهي وجهي سحق صريق ودلك يدو قد مركع تشركي قعنتين لما ريو وتوجه من قبلة قبلة أولو جيسو وكونه يأشيس بمحل النار نكسويه لا يناله أنسو قارين رشاش بيها دولدول كودو وسطر وإلو عورد يأسرو وجعل الإناء الواسعي والكبر لا دع يمينه وينويله والضيق كعليل يحنا أي ساري بعيسى وترك الاستعانة كالميس يعد كاشي وينو كتر إلى العذر المويان فيكون المعين عن يمينه حق مديق يسك تاقيا وشهادة تاني آخره لبدي الشهادة آخر خيسة أي آياتنا سنة وغيرها إيا كان صوشي غير كذب ألقى وحشاق ونوتريي وحيا لدورة وكم من السمياشا وليهي ميرشدو وأي وحبذن وكم مدنا أي وذاقيان ويستدي مرقى وحليه وسلم التسمية وإنه بسم الله إلى هذا مركو ميران أيوه معناه وحي وقيا سريانون ويستدي وحي الدليل كهنا واتين هرين وصمر وغسل الأذى وإنه وحي قرن إسكم مغدا هذا المركة ديات أي مدى نجاسة إنسيا حاكدية وحي لمدكا إيه هذا يتنوح نجاسة مركة روى إنه إسكسي ترايو إسكو إسكسي ترايو وحي نجاسة قرنها كدبنا وإنه ديام ميلا شدي اللي يمادو وبمعنى دي حال ميلا مركة اللوذي روى كافين ما يبي ليهم أولا مرقى أرد وعي نجاسوين يقول ما إسكسي ترتا كدبنا دبتا أدمرتا بي إسكو شلطا والوضوء وضوء إيه ويسا أيا ينا لسنة إيا إنه قفق مرقى سي ويسا إستو مرقى دي أد واد سجوان إيسا أدو تمرقى واد ويسا إيسا إيسا ويسا بما يسران كدبنا واد ميران إيسا هذا وتنا مرقى وما باهند ويسا الضمبي
معناها مرك يا حبي هي ترى هي ما تامر يوم حد كبا تامر هذا سويس جوتو صورنا ما يسوي هذا وياه مرك أبيه هون ده أشر كأي كرة عنده جارسي سوي وانا تينو زوات كقصة عمر إنيو هدي أي جناب دي سو حدث كي يرى أي كم رنت هاي ومثلا نسقى أو ده وها مثلا فكرة يو كلا أو ويسقى بقى يي بيتر وكي مادين تاسو كروات نري ما ينومي واجب سامة كبسة ويسدا عمر يقف جوا ويسقى لكن ما ينوم بالقولي مرجع واحد هذا وح نيون هي سنة الغسل إلا مو ويسقى بقى ويستدن هذا سنه ما إلى شرع يونيين هي هذيك هلا أو أنا مركب ويسق قلنا رفع الحدث الأصغر يونيون هي حدث هي راكوري الكيسة وسنة الغسل نوال أكبرها ترد عن ضد وإلا الأصغر وبيت كائن مركب على جزوت كائن قسم مريني وتثنية لبين إنه مركب ما يبي لبئيه أمرك مثلا دينا عن ما يلي أمرك دينا عن ما يلي ينو الله بيهم والتثليث إنه صدح أيه صدح كده يقو أما الله والله أما صدح كده يقول مركب لو كنت قام صنين أيها الله سنة أيها مركب ملح ليس أيه ما يلي صدح شير هدنا دينا عمدي هدنا دينا عبيع والتخليل تخليل يد حقرين أيها الله سنة أيها انتمه أما كوي مرح أما كوي كرك آذان إن فريه إلا دحقريو فريه أيها مرقى اللي يسدحق ليو انت أنبيه الله وشوي وإن بيه أي تركي سيقى أنا تمي سيقو يعني مرقى تمي سيقو يسو ده تنوية بيسكو شبطة والبداءة كبرابد بيه بشق الأيمن دين عمريك أي الله كبراب ياسدين دي حديثي مرقى مرقى الشدى مكان لي وحا أما حديثي عنده ويسدى مكسو مرينين وبعلى بدنه دين عاصرنا شبكي سحق عاصرنا وينو كغبرا بايو دي حديثي صحيح عابا وحاي بخاري مسلم ثم أفرغ على رأسي ثلاثة حفنات ملئ كفي صدي حمدهم بيها مجيئة أيو مركا مدحا كشوي إندا كده أيو شركة إندا سيكالة أيو ميري حق عاصرنا وحنا لنا وح إسرائيل بالجوردي وح تميه لوسي قينا يا إيج لوسي جرسينا يا وح حاجة صار الله قبل رابيا وح وي إسرائيل جي يبيه مركا إنتي لوبا أنا وح قبل هذيل استعمالا لقي تحدي ريا أو هذا حاجة لوسك قبل وضو ده بيه وح يسيجار يا مركا دم الأولاد ما يلي لكن مركا حاجة كذا صعب لوضو بيه ويسيس عنا يا رأي لا عجيب يسيجار يا نو ده واحد ويسيو ده قوي يعني ودلكو دلك يدو جد أيلا سنيا إنه أنت عندي سجارة يسو إنه وده دوجو وده جارسيا أيلا سنيا بيونا نسكشوين أو عندنا كار خد ده واتشبين أيام ده سدي ويسد أكره وليه سأسا أنا شركة ده ولا ده فضبلا وتوجه للقبلة قبلة وجهسي قد مركز ميدان السلف ده قبلة وجهسته سدي ويسد قبلة اللي وجهسري أي أي دولة وراكسنه ده وأشرف الجهاد وقبلة إني هل كانوا وجهسري إني حيا وأمواتا وكونه بمحل وإن ملقس وي لا ينال ورشاش أنا رشدي سو جاري من ما الصرا ورشد سو جاري مننا وإن تأمل نظيف هذا بيها انكسر بحا أنا مركا نجاسيني وسطر وإن وحدي وميل ده عدلاء وجوه وحصناء ده إنه مركا عوردي سي أسرعي حتى في الخلوة بميل عدلاء مركا جوه أما هدو ده تدح ده تكون ما يدام أيو ده وحواتش وإن وصرا مركا إنه أسسطره وهذا مرضا ده كون ما يدام مركا هو أتش ميسا تدح ده مرحس كيرا ديك ميسي والإناء وجعل الإناء الواسع وارمون فرسمك هو نسدي أي مركا بيكوس مرة إنه ويسدي وجعل الإناء الواسع يميني والواسع حضو كما يدنا يو وإنه حق مدي إسكبيكا سو مرها وقدر صو وضيق عن يساره هذا عديد يهين مركا دايس كوش ويانا وإنه مرة سوق عنده بذي حقوقاته وإنه حق إسكبيكا
وترك الاستعانة استعانة هي كالميس هي عد كاشش إنه عد كاشلو كتجد هذا أيها الأسرة إلى العذر الموياني لأنه واحد هو عبادة قبل أن يسقى أيها الأقرب إلى الميمد هذا لو يقول شو أو يعني أدو أنت هل كايسو كي تاكتا يقول شو شو وهو واحد لقوة لا يسيي الله ما يعذر الدار جدا أدو عذر الدار جيروم والله قل شو شو يا يوفا يكون المعين عن يمينه كان عاونا يا دين عن مدي أيو مركا إسكت هاجي يا لكن ويسد واحد قل شو مر إني حقا بديح أيو مركا كعاونا يا إسكت هاجي يا فيقف المعين عن يسار من ويسد قل شو مر إني كان نوعنا عن يمينه يو دي إلا إن دين عين مدي أيو مينا يهر مينا ياي سيو مرك إلا هديك الحقا سوك سو تكسر ياي سيو حقا مرك مدي كاقا شوغين وحقا إسكا كاتا قايا وارين فرصابا وشهادة تاني لبذي الشهادة يدو عادي لسعوتي آخر وآخر الغسل أيا لسنة ياي أين قصو مرني ويسد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلى آخره وبيستدعى ما يقيا صريا وغيرها وعيالك لو مركا كوان شي غير كودو انا شيغين ايغونا وحي كمديهن سنياشا ميلشدا ومكروهات روحيانا لو كره سواء مكروهات الوضوء ويستدعى وحياني مركا لو كره يسنيه وشروطه شروط الوضوء وشروط يسروا شروط ويستدعى لكن يصح وحن صحي غسل النحو حائض gabadha xaydada hayd meelashadeeda gabadha xaydada wixii lamid ah meelashadeeda ayaa ansaxaya linahu ihraamin ay u meedato aw guslu kitabiyati wa majnunati min nahwi haydana ay kama meedato litahilla limuslimin si ay markaa ugu xaraalowdo wa sheekhu la yahay wa makruhatuhu meelashada waxyaraha loo karaahiyay sharci uu nacay wa makruhatu wudu ويسير وحيري لو كره يسير يحاله ويسير يهلكه سينه وجو حوله وعنا وجمهم سرع إسراف إنه مرجع بيه كل إسرافه أو إمتي لابا هنا وح كبضا واستعمال مرجع ذيكو بيه لا ضحي لكن هذي إن بيها مستقبل كي وقف قال الله وترى قال من الشيءين أما هذيهين بيكوا مرجع كردا بقى إن أدوح براءة أد استعماشة دوا ميدان مركز بنانين انو مركا دي صدح دي جيرو ككرنيو ايا يدونا كراهيه ده كميد احيد وشروط وشروط الوضوء وها كلو مركا شروط دي سك وشروط دي سنان دوا شروط دي مركا ويسدو الهيدو بيه مركا ان يين لغو ميدو بيه مطلقه وينو قف غير اسلام يحي او سامينا له شرطي وينو تمييز يوح كلا غلشو وين لي وح منافي وين حائل وين نجرين هي المعاصرين ويساق الصمر أيه شروطها لكن وح ليا هل كان وح نواقة صار ليا مسائل أيكو كلا دوينهين ما إلى شذا إياه إن يوي سدو برأي عليه لكن يصحه وح أنصح يغسل نحو حائض قبل يا حيلا ذا يوحي لمدك هاي تيساتين وصدا هاي نفس كهاي ذكره حيلا يوحي لمدا حاسين نفس ذكره ما يرشد هو أنصح يا بنحو إحرام أي أمة يرمى يسح إذا شاء أما حج أما عمرة يحرم يسوع شدا سنة الله إيمان يسوع سيء إحرامته تسوي أنصح يسوع ان اودا waxa weysada ka cadam munaafi wax diiday inaan u jirino wafgee masaa weerad iyo xayid kala hayd day weeyay weysisato looma ogolay laakiin halkan meelasho waa loo ogol yahay si ay u ihraamato ila waari qabanayse faqdi ma yaqdi alhajj wa ghayra la tadufi bilbayt hawada xayidadaahi acmaasha xajka dhamaan way wada qabata waxaan ahayn atawaf bilbayt kaabada tawaf geedo مدى لوال مقصود كو دوائنو مركا قف قرين وحي اورا هلا اسكت تيرو مرها داي دي ميل دبرا يكو كل ميان ايتاي وحي روايحي اوري يشير هلو قف قرين اسكت تيرو ساسا مركا لصمي وغسل كتابية ويسع غسل كتابية
haweenay kitaabiye ah masalan wuxuu qabaa gabadh yahuudi ama gabadh nasaara buu qabaa wa majnuunatin dee mid waalan ayuu qabaa ka maydasheedu min naxwi xidan ay ka maydhanaysa iyo nibaaska wa ansaxayaa litaxila limuslimin kitaabiyadu si ay muslimkii ugu xalaalowdo ilan gabadh xaaylaa lama mucaamaloon karo wax laga maarmaana inay markaa maydato xataa wuu ku qasbayaa adoonmuhu si ay markaa sayidkii dee ugu xalaalowda haddii aan markaa la qabin dee sayidkuuni la mucaamaloonayo meesha islaamnimada iyo tamyiisdiba way ka baxeen oo majnuunaduna mumayisan maaha wax kala garan mayso dee tan iyada kaafirada ahi dee islaamba u shardi ahaada harado islaamkii ma jiro lidaruura markaa labadaaba waxay u samaynayaan waa litaxila limuslimin ow sayidina ayay markaa u samaynayaan marka lidaruurati ayay taasi u ansaxaysaa halkaa wuxuu kaga gudbay markaa maydhashadii waxa uhi wayaxrumu biljanaabati janaabadii waxaa ku xaaraan noqonaya salaatun ayaa ku xaaraan noqonaysaa ilaa lifaaqidi tahuurayni labadii daahirinayay bakii waay mooriye fayusalli lfarda faralka ayuu tukan wa sujuudun sujuud ayaa iyaduna ka xaaraan noqon wa qiraatu qur'aanin qur'aan akhrintii ayaa ka xaaraan noqonaysa biqasihaa qiraa qasadkeed uu akhriyo wa masuhu kitaabka taabashadiisa wa xamluhu iyo qaadidiisa ayaa ka xaaraan noqonaysaa ilaa fii mataacin dee alaab inuu markaa ku qaado alaab ku jira mooyaane wa khudbatu jumcatin jumcatin jumca khudbadiisi ayaa ka xaaraana wa dawaafun ayaa ka xaaraana wa ruusu muslimin bimasjidin uu ku nagaado laa cumuurunka gudbidiisu ayada ka xaaraan ma aha waxaa sheekhu leeyahy raximahullahu tacaala wayaxrumu biljanaaba qofku marka ay jinaaba ku timaado oo ay kaga timaado markaa jinaabadaasi dee biyihii tarankoo ka soo baxa ama xidhiidh ay markaa dee xaaskii ay sameeyeen jinaabada ku timi waxaa ku xaraantin wuxuu salaatun salaad ayaa ku xaraantiyoysa walow sunnaba salaadu ha ahaatee waa biijmaac waxaa tilmaamaya xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi laa yaqbalu llahu salaata axadikum idaa axdaha xataa yatawadda midkiin ilaahay salaadiisa ma aqbalayo lam yadadii midku doonamaade hadduu xadaaso ilaa inta uu ka weysaysanayo mar hadday salaadii ku xaaraan noqotay xadaskii yaraayo weysala-aantiya kii weynaaye markaa jinaabada ahaa inay dee ku xaaraantinoodana waa ka sii awleysantay wuxuu leeyahay ilaa lifaaqidi tahuurayn waxaanay ka xaaraan ahayn qofkii junubka ahaa ee tahuuraynkii labadiiba waayey labadii shay wax daahirinayeyba waayey wuxuu waayey biyo wuxuu waayey camuud labadii midnaba ma hayo dee diyaarad baabuu ku dhex jiraa ama dee quraarad buu ku dhex jiraa ama dee gidaarkaa la gebigiisaba markaa la rinjeeyey buu ku dhex jiraa biyana ma hayo camuuda muxuu yeelayaa waktigiina waa u soo galay waana junub fayusalli lfard faralka ayuumuu tukanayaa sunna ma tukanayo xurmatu lwaqti buu u tukanayaa hadhow markuu midkood helana salaadii wuu soo celinayaa oo biyaayada hadduu helo mar kastaba waa soo celinayaa laakiin ciidda wuxuu ku soo celinayaa haddii uu ka helo meel marka horeba salaada qalaheeda ku dhici lahaa oo masalan meel aan biyo u qaalib ahayn ayuu masalan dee ka helay camuudun biyaman wuu waayey ciiddaas u marka ku gabagabaysanaya wa sujuudun sujuud ayaa iyaduna ka xaaraana uu tilaawo iyo akhrin u sujuudo ama shukri iyo mahadnaq uu sujuudo la-anna waxay leeyihiin macno salaadeed bay leedahay waa qayb salaadii oo kale ah waa yacnii qayb salaadii ka mida uma banaadaaroo loo shardiyaa bay leeyihin wa qiraatu qur'aanin qur'aan akhrintii ayaa ka xaaraana
ولو آيات بركيت بها أهاري حديث دوره مركا سرد كودة الله ضعيف يا يدري شريان حديث الترمذي علينا أبي طالب لقول إن رسول وحاجدي سوق ذنجري قرآن كأيوا غرنجري ولم يكن يحجبه أما يحجز عن القراءة الشيء سوى الجنابة وحكت وشنجري قرآن كأغرندي سوى الجنابة هين مجرين وأنا مرينا جمهور العلماء قبان منهم أصحاب المذاهب الأربعة إن لم قبك الجنابة لقرآن أخرين لكن بقصدها بقصد القراءة قراءة يقرأ أغرس وقصة كيد مركة وآخرين أيو أي حاران كان نقون إيسا هديانو قصدنا إن حاران كان نقون ميسو ومسأل أذكارهان بو أخر السنة يا قرآن هديانو قصدنا أذكارهان وآخر السنة أيو أي هذا حاران كان نقون ميسو ومسه تابشو تابتو وحنو يقاذد قرآن كيو قاذو أي أيونا كحارانا وعليه لا يمسه إلا المطهرون ونبي بمعنى النهي يوتاب القرآن وضمير كنا في كتاب مكنون نقول القرآن كنا في كتاب مكنون حيو علي المصحف لا يمسه يعني ييتابا من بوكبك إلا المطهرون إلا المتطهرون هو طهر قاتم ييتابا والله يمس القرآن إلا طاهر من طاهر ما يقول في يتعاون حديث يشغل باني أسحليين إلا في مطاعم دي أرابين مركة كتشر مركة ويبنان تحي دي إساق إيا أرابين وضقاضو كتابك إيا أراب سواء أراب كل عجل وضقاضي كرتا لكن وعلى ديدي هايون كله إلا قاضو لأنه وعي لي المرهة دي تارشدي دي إلا ديدي او تابشدي لديدي هاي دي قادي دينا وا تابشئي وحكسي مركا بدنوي وخبة جمعة خبة دي جمعة يدنا كيش لابد لها كحرانة لانوا في معنى صلاة يلا معنى صلاة ديت بي اللي ضحي وطواف طواف جاء كحرانة كعبد اللي توافي اما مصنع هذا مجفر لها هذا ويوحى ودني لحديث أي حاكر نيوورين أيان أي مكهر إبن خزيمية بن حبارية بيهقية راورين هي سنة سنة والة صحية أطواف بالبيت بمنزلة الصلاة طواف قال طواف هي بيت هو صلاة أكهر إلا أن الله تعالى قد حل في المنطق هذا المو إله الحلالي فمن ندغ فلا ينطق إلا بخير قفقه كون حل طواف خير مو يحكر أيوك حل سراد بولمية لكن هذا يكون ما دحلي سبنان أما يعني أطواف له سراد الفاضل من الكرام هذا الخير رئيس ولبث مسلم من مسجد إن إرم مسلم مسجد كنا قادي سوى جنابة سبا حاران لا عمور إنو كبقد با حاران معها لا تقرب الصلاة مواضع الصلاة يعني هودة وأنه وأنه صغير حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوان إلا عابرين سبيل يديك وشيدك قبيمه حتى تغتسلوا إلا وأما إذا نيسان أرنت أنا إسكا إلاليا أي إلهي ولا أرسالوا المسلمون الدرس يقيد سؤالك إنه وشكت والله أعلم.